النادي يقبل الفريق. أنا سائق الحافلة. قدم راسك وقال لي شكون هذا؟ أنا السائق السيد وطاهر العربي من 2016 وأنا هذا النزل. أنا راه عام ما شاد الثانية وهاد الناس عايشين في الكوارث ديما بحال هكا ديما بحال هكا ودابا الله الحطافاني عطوني التغرة ديال الكاجين راه حشومة عيب عيب هادشي هذا راه ماشي غير أنا راه باقي حتى ناس أخرين هما مخلصينش راه موكلين الدق صابرين على ما عطى الله وصافي ولكن هادشي هذا راه مازال حتى شي حاجة ديال المربعة ملي انا عندي ولادي خصني ندير لهم ونقنص العام ديال الايام سير غدا سير واخا سير غدا سير واخا شكون اللي كيكوماندي في هذا الشيء الله اعلم واحد كيصيفط كل واحد شنو قال لك المدرب فوق الكره المدرب اللي جبت لي اللعابه ديال الكره قال لهم نزلوا سيروا الطوموبيلات داهم جابهم الطوموبيلات وخلى الحافله خاويتهم جيت انا وفرملي فين خليتي وحده وقسمعي فين خليتي الحافله كتواجد كانت بابا معبوره تسمى باب لوطيل هبطوا طلع الزيت قال لهم دير الطلبات ما يمشوش في الكعب شو ما هذا الشيء هذا المدرب بن حسين واللي معاه كل شيء اللي معاه من غير الحاج داك الحاج البوار ما كانش داك الحاج الطالي ما كانش معنا تما